معانا دلوقتي عبر زوم المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ميتشو. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. It is my honor, pleasure and privilege to be with you, my dear respected friends. شرف كبير ليا جدا ان انا اكون معاكم، وشرف ليا ان انا اكون مع اللعيبه ومع المشجعين المصريين للكره المصريه. انا عارف كويس ان انت متابع جيد للكره المصريه حتى هذه اللحظه. كيف ترى مواجهه الاهلي والزمالك، مواجهه الديربي، ديربي القاهره بين الاهلي والزمالك غدا ان شاء الله؟ ديربي اهلي زمالك، ديربي ما بين الاهلي والزمالك، طبعا هي حاجه مشهوره جدا زي الاهرامات بتاعت اهرامات الجيزه، وطبعا هم بيبقوا 90 دقيقه مصر كلها بتبقى واقفه على اعصابها، وكل المشجعين بيبقوا مليين الدنيا وبيشجعوا بروح حارة جدا، لأن هم من أعرق النوادي اللي في مصر، لأن من زمان جدا وإحنا بنشوف كل الماتشات القوية، ودلوقتي بعد آخر ماتشين للمنتخب المصري، الماتشين اللي هم يخسروهم آخر ماتشين، طبعا دلوقتي المشجعين المصريين عايزين يشوفوا كورة كويسة. وطبعا انا بعد ما عرفت ان المدرب المنتخب المصري ما بقاش موجود مع المنتخب دلوقتي، في كاس مصر كمان احنا شفنا ماتشات كويسه، وكل النوادي وكل الفرق بيعملوا شغل كويس في بطوله كاس مصر، وطبعا احنا شايفين ان الاهلي بيحاول جدا ان هو يصعد في الترتيب ويلحق بالزمالك المتصدر الترتيب، وطبعا كل المشجعين مستنين نتيجه كويسه لكل النوادي للناديين، وكل المشجعين مستنين يشوفوا كوره كويسه طبعا بعد الخساره للمنتخب المصري في الماتشين اللي فاتوا، وده طبعا كان مخليهم مش حاسين احساس كويس تماما.